عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال كسو دوادا حلقة يروكون وانو هل دون الهي دينكيس تعايل ككبه هيا لبض الروح ونرشه وذاقيا ايا سببه سا او كوبن ايا وحيا لها الدلي كرادو وقضب هل كاكو دل وريقا يوية دقيق لها يرأى كوبن الى السعو لالو أول قفك وين هو سك حريقة يعني قفك يعني رجية دمر نوع دمر ما هالنقطة إنه يرس إنه يعني رزق كم دي هاي تعايلك قفك مركو سير رسمي حاس كي سوت على ذو وين إذا نك سير رسمي وش على تو نعيب ساعدنا مسوي وجهي وحرم النعيدون تو إن شاء الله لذلك أسباب ليا ساقط كستوى سلي أسباب ليا ضحي سيدان ما انتو شقيساني سيدو او دورات سنيسا ديال لكورون يا لغمات ديال عوني لهايد ايضو الهينا هدرا قرو يو الهي ريو في السماء رزقكم وما توعدون هدنا السعي السبب بالدونية كذلك سيدا سوكرا وحا حب غي تعايل كلا وضا اسقبا كده حيا مرنا هوسبو اليا مرنا كربو كعيا سببها يا اي مهمة يا اي قصيان وي كدب مركي ارساقة دادو سببه هيدي رادي سيد سببه هيدي قرح سكين السبي سيد ايا ارساقة دا سيماني سا ارساقة دا اساكا قرح بندن او حب غي تعايلك وعلي اذا لها تعايلك واصدح نوع يعني مركا ينو فير النوه هاب نرولويت كيس سعودك وعلي اذا تعايل دمادو تاقه وقتو يعني راعة وانا سلا انا سلا ايها يانو تعايل اذا قوشيس كينو يبدنيه بمعنى وامحي ولا اسغورسن يا ولا اسقبابري هور ولا استعل يا مركي اسغورسن يا ولا استعلا ولا سخي سقبي قفل بقف كده وبحبوا اها لكن مركي لبا سنه لا سعودي صدح سنه كسو ورغي غورك اما هل سنه كسو قال قاركود بلا بقاركود بي اي ار اي تي كبلا بتاوش ايا خلاف في اسناعي اسدرير لا انت بلا ما محيليه زمن كاي نول يهين زمن كاي بارته كو دخجيران ايو جعل جلد يعني راعي ولا تغيو بابيي ayaguna ma yaqaanaan sida loo soo cusboonaysiiyo qoyska Soomaaliga waxa ku nool yahay inuu yiraado waan isguursanay bas waa caadi in Islaam is qabo yarur la dhalo inuu ur la qaado inta kaliya nolosha way iyo maaratay rafaadka ay qeyrada waxa kale loo yiraahdaa jacayl dhinta yani qaybta labaad uu dhinta kan meed weeyeen waxyaalaha meedka ka dhigaan jacaylka weynu qodob yar weynu saari doonaa oo bambixi doonaa iyo mid soo cusboonaada jacayl soo cusboonaada kaasi waa nagu diyaar nagu yariyaa kaasa yani mid soo cusboonaada oo saacad ba saacad ka dambaysa cusboonay sanad ba sanad ka dambaysa yeelanay mid waa kii zaban ka raacay qoysaskeena u badan waqtiga dilah midna sidii soo dhintaaba naxariista Allah siiye midna oo soo cusboonada waa jacayl de sababihiisa iyo la siiye waqtigiisa iyo muhiimadiisa qaar waxa yeelan jacaylku waxa weeye waa quruxda yaani qofka uu muujinayo dowlad haday iska day noqoto wadaalka waxa la yiraahdaa asbaabihiisa waxa kamida waana mid dal rabay inay yaani nin walba yahay inay kasta aaminto isqabaan oo guri ku nool asbaabaha jacaylka isu soo jiidaya waxa kamida dowlad cadaynta quruxsan iyo farxadda walaa murugaba ha jirta xogaha la iskhilaafsanaade iyo wax qarinta eegmada isha ee wax eegaysa eegmada labtirkeed waxba soo jiidaa idaalika labada qoys isqaba ee qoysku koobay markay isku dhacaan oo si kala jeestaan midna xaq u aada midna xaq u carba لكن هذا حتى اسكو دعانو ما انتو ليس فيرن يا كنسا او كنكرو فيرن كان كان والله يس احترام يا حوغا يرا دول عدس با ايمان يا فاحد مركا نينكو راسيدي سبا مركا انو فيرنو وحيالها وخ كو افتو مو وخا كاميدا وخ كو جعلاده هوين تاس وقود بو مهم واركتداس يا دكتاس يا سنكاس صدح را درينوي سي دكتور رسول كي لا يوحو تلمامي هوين اد وناكسن مركو فيري وو فرحا غريغيدو وا ميد اودكون هذا لو ناكسن مو كم مقرا مركو مقيم اي حفيدا يعني هوين النوع عصوي هدو ترسي وي اطيعدا تي لو تلماموي وي تي هوين دي جن اهل جنة يعني جنة حرعينتا ادو كو نول وي لكن هلكا وها كدغل يوم مهم ونين كان مهم او واجب كو اه مهم ايه انو حاسكي سو دك راريو دك راريو انت وها كيمانيه ميل كستا غرب راريو بينما نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام او علي كان حريص بدن او بلا ادن او مخلوق اي سجرين او الهي حريص امدان او سو ديرو الهي كو بدبادي جيني سو اها ايا وها لو ليه وخفض جناحك للمؤمنين وفرسو dadka muuminiinta garabku dabacsii oo dhageyso oo yaacna u jilicsano weeye nabi ilaahay maxamed balle markaa ninku waa inuu fahmaa maasha ay la fadhiyaan ma walaalaha
يعني النبى أنا غير كحكم بس أنت كل اللي كنت أنت إنه قدك هذا عيو أو أشيل حسن هذا اللي دوني يا قفت الجوري كله اللي هو ذاكته وأنا قيد كمله وحيله تعال كسر عسبوني سيا هذه تالو ويا وحنا غلي تعال زمن كرعة وسوي سوا ودين تملك كل موت يعني وحلاله من كل موت كسرها كمله وحلو يا قناة وقبورتي سوا إن هدي الكورة مهمة دي ماشاء الله قصاره وأنا ليس يعني احترامين لذلك قفك مؤمن كا مقفك عاقل كا معلومها مصيمة وقتك أنا مصيمة مالين وأتفرح حسن تاي مالين ومرن مالين وأسوافق مالين ووحيس مالين وعذر مالين وعافمة قفك عاقل كا مصيمة معلومها هي الزمن كا وأكل الدنيا لذلك قويس كنا لش هذا نوين وكل الدنيا مال ب يعني هيك مريسة يدري ما هذا ضيف تبعي الشعور تعب halkaas iyadoo jacayl kale leeyahay asbaabiisa la yimaado xisa la yimaado la budda cilaaqada ama xariirka qoyska labada isqaba khilaaf waa ku imaan mid weyn iyo mid yarba sida darteed baa la doonayaa waajib ku tahay ninku inuu hilmaamo dhacdhaca haweentiisa ama haweeniisa ka dhacay ka imaanayo oo soo xisaabin oo waxyaalaha jacaylka iyo ixtiraamka keena waxyaalaha keena waxa ka mid ah jacaylka iyo ixtiraamka guriga marku ninku soo galiyo tusaale kale soo lugayn iyo soo galiyo yaani waa in uu yaani degan yahay deganaasho aamusan yahay nadiifna yahay muuqaalkiisa iyo araggiisa marka la fiiriyo laakiin haddaan qaylo ku soo galo ama isagoo sakaraada ebera uu soo galo ama aan yacni nadaafadi ka muuqan markii xataa dharka iyo hawlahaasi muuqaalka laga tago xataa yacni xagga cadayga nabiyullaahi maxamed sunnadiisa waxaa ka mid ah qof kastoo muumin u jireeyey markuu salaada cisaa kasoo baxo gurigiisa u dheelmarayo intuu jidka kusii socdo inuu sii cadayanayo aya rasuulka ilaahay (alayhi salaatu) arga wuxuu kuleeyay markaa cadow iyo tidba reebaadiyaa tacaala laba jeer kala guriga looga santaa cadowga uu qarso reebaadnimada uu ku qarsanaaday ay u taalahay laakiin halkaani waa sunna iyo nadaafad maaha reebaadnimo iyaga si reebaadnimada u fahmi moogta aday gooni ku oo safarka iyo shaqada ee la aado halka kuu jira ha ahaado marka saamaysid guriga laakiin markaa soo aysaa marka shaklan waa inaad tahay qof nadiif ah waana qaybaha yani soo jeeda jacaylka guriga iyo naxariista iyo raxmadda waa inuu aamusan yahay qaylay kusoo galaa iyo iga baneeya albaabka iga fur xataa waxaa loo yeeba markuu albaabka saddex jeer garaaco ama afar jeer ama laba jeer inuu qaylow yahay halkaad fadhiday maxaa iga furweyday subxaanallah yani qaylo meesha loo imaado taasna mooma haboona farxadda qoyska waa ninkoo aamusan oo degan oo nadiif inuu soo gala la soco qofku waa inuu hagaajiya jacaylkiisu sabinku fasaadiyey iyo waqtiga laysla noolaa أو يعني تبردري وإن إصلاحية وراتية إلهي إنه إنه إصلاحية وكبرية وحيا لها قويس يعني سوتشي لتعايل كيسو حكمي ذو أقوله ووين كمي ذا إنا سرت للشيء جن قفل بسيرتيس هذا نينك يا ويا مركب يسكون دعان أيو سيرتيس هو الشيء جن صدر نصيده كلا بكترين حتى سكة صلاة يسكون دعو سرت قويس كذا عند الله ما شيء هو وحيا لها تعايل كذا يحترمك أسباب تجعيل وحكم منها عرفت يؤذيك أو قيب كم من النظافة دي مهم لو يهلك أو حكت درنية إن هو يريد أفر سطح حارب ده نينك يغو مريو ويسا السمين ما المها ونولي هاي ما أنت وحبوه يستا أما وحب مبوهي لكران وحي الله باهنا قيب كم منها مركا وإن هذا قدر قيم وحكلا مركا حارب ده ينلش نينك وإن كورك بتاه عدو داري كرتا وحي ربضنا المارتي فصيحي كرتي إن شاء الله تجعيلك يحترامك الله يحترامي وامدك عبسدة iyo murugada iyo hamiga meesha ka saara way lidaalika ayay xusuusinaynaa sida daraadeed sheegashada ninkaada iyo sheegashada xaaskaada u dhag raadic oo dhagayso waa asbaabaha jacaylka laakiin waxyaalo waxaa jira jacaylka dile canaanta tirada badanaa soo noqnoqota jacaylka jacaylka waa dile yacni u jawaabidda ama ka falcelinta ficilka qofka lagu sameeyey jacaylka waa dile dhinaca weynaa doon ka fiirna haweeneyda buuqa iyo qaylada bun carabka dheer jacaylka waa dilaa noocaasi waa waxa jacaylka baabi'iyo wey midda kale haweenka waa inay fahmaan adinkaa jacaylka sameeya ninku wuu aqbalaa ninku marka hore inuu guursanayo ama inuu doonayo waxbala uu sheegsheegaa ku jeclahay laakiin xaqiiqadu waxa weeye jacaylka haweenkaa dhala bimacnaa jacaylka iyagaa sameeya warshadiisii weeye ninku isagaa aqbalaya oo qaabilaya isaga laga doonay inuu qaabilo way sameynayaan way sameynayaan laakiin dacdarra qaarkood yacni qabsatay meel cidla uga khasaaray waxaa kaloo ogaataan gaar ahaan ragga waygu tari gooni u tahay waxaa la yidhahdaa aniga iyo anaa u baahan iyo anaa sameeyey iyo anaa dhahay iyo anaa ka helay waxaasi waa qubuurta jacaylka lagu aaso wey way isticmaalaan aniga dee bistaana anaa dee aniga weyde anaa ka helay yacni aniga un qofku inuu ka fakaro aniga un maantana ku hayo xuquuqda kalena hilmaamo oo waxyaalaha jacaylkii kalsoonida baabiiyay xiriirka meesha ka saara waxaa taasi raaca sheegashada tiradi ka badatay xadkeedii dhaaftay waa masiibo laftirkeedu xiriirka waa daciifsa nin iyo haweeneyda waxay kaa doonaysaa in aad dad garabkeeda istaagtid aad dareensiisid haweennimadeeda ninku isaga haweeneyda haweennimadeeda dareensiiya
marka waxay ka doonaysaa si wanaagsan inaad garabkeeda intaad u istaagtid haweennimadeeda aad dareensiisid. gabagabada iyo khulaasada iyo soo koobitaanku waxa weeye, jacaylku waa imtixaan min Allaahi ka yimaada. marka qofkii lagu imtixaano ha u sabro, haddii jaanibkii kale dhinaci kale uu ka waayo ilaahay baa faraj siin doone. waa midda kale guryaheennaan yacni sakaraadka ama qallalan ee dhibaato badan ka jirto waa in yaro la qooyaa, oo xataa haddii qofku waxa uu iska raadraadiyo waa uun heli iska raadraadiya. marka xataa duusa ilaahay jacaylkii idinku abuurin yacni ama meel idinka maray. rasuulka ilaahay wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, akhlaaqda mid ilaahay qofku ku abuuray inay tahay iyo miduu qofku kasbado. kasbashadii baynu maanta maraynaa. wixii ilaahay nagu abuuray ee wanaagaha annagaa dilnay oo eber ka dhignay ku tumanay, laakiin maanta waxaan rajaynayaa inaynu soo noolayno insha allahu tacaala, si adduunya aakhira ba ajir wanaagsan aanu kasbano. mahadsanidiin.